هرولت إسرائيل وقتها من أجل وقف نزيف خسائرها المروعة، وأجبرت على القبول بمبادرة وزير الخارجية الأمريكية ويليام روجرز، أوقف إطلاق النيران في أغسطس من عام 70. وأعلنت إسرائيل على لسان كبار قادتها أن حرب الاستنزاف كانت أول جولة حربية تخسرها في صراعها مع العرب. هدأت فوهات المدافع إلى حين، لكن صراعا مصريا مع الزمن كان يجري على طريق الإعداد والتجهيز للحرب الشاملة.